نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من انباء بشان اقرار زياده جديده على ضريبه الدخل تزامنا مع الازمه الاقتصاديه العالميه وتواصل المركز مع وزاره الماليه التي نفت تلك الانباء مشدده على انه لا يتم فرض اي ضرائب جديده الا بقانون يوافق عليه مجلس النواب وان الدوله تسعى الى استقرار السياسات الضريبيه بما يضمن دعم جهود تهيئه بيئه ومناخ الاعمال وتبسيط الاجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجيه بما يتوافق مع افضل الممارسات العالميه على النحو الذي يسهم في توسيع القاعده الضريبيه دون الاعتماد على اضافه اعباء ضريبيه جديده على المواطنين